السلام عليكم ورحمة الله. سيارة اليوم سكودا A4. طبعا سيارة فيها مشكلة ارتفاع درجة الحرارة. طبعا لما يكون عندنا مشكلة بارتفاع درجات الحرارة بهاي المحركات، أول شيء بنكشف عليه دوران المياه أو جريان المياه أو تقليب المياه داخل المحرك. عملية تقليب المياه داخل المحرك بتكون شغالة أو لا. طبعا بنفتح الخرطوم هذا تبع الريليز، مثل ما شايفين بيطلع مية ضعيف خالص. طبعا بهذا الشكل ما بينفع. زي ما شايفين يا شباب، يعني بيطلع مية بطريقة ضعيفة جدا وما بينفع. طبعا لما نرفع 40 بصير يطلع مية ولكن ضعيف جدا. طبعا بهاي الحالة يا شباب في سببين لهاي المشكلة، ضعف بالووتر بامب مضخة المياه، او سدد في دائرة التبريد تبع المحرك، سدد في خراطيم التبريد تبع موية تبع المحرك، اما ضعف في مضخة الماء او الووتر بامب، او سدد في دورة التبريد تبع المحرك. طبعا مشان نتأكد بنسوي الحركة هذه، نفتح الخرطوم ونقفل غطاء التانك او الاكستنشن تانك او قربة المياه، وبنوصل الخرطوم بهاي الطريقة تمام، وبننفخ من هذا الخرطوم، بننفخ هواء من هذا الخرطوم. لو الخرطوم هذا طلع مية وبشكل كويس معناته بتكون دورة المياه ما فيها اي مشكلة، وبتكون مشكلتنا ضعف بطرمبة المياه. ولكن لو الخرطوم هذا ما طلع مياه بتكون في سدد في دورة المياه. شوف كالآتي، طبعا هذا خليه هنا، هذا خليه هنا الخرطوم، وهذا الخرطوم الثاني. مثل ما انتم شايفين يا شباب في مياه تطلع من الخرطوم وبشكل كويس تقريبا. ما شايفين يا شباب، وعم نسحب هذا الخرطوم، وحاليا تم تحديد المشكلة ان في ضعف بالووتر بومب، مشكلة السيارة حاليا ضعف بالووتر بومب، دورة التبريد سالكة ما فيها اي مشكلة، هي محتاجة تنظيف ولكن سالكة ما فيها اي وسخة او فيها اي سدد. بنفتح هذا الخرطوم وبننفخ بالاكستنشن تانك، لو المياه طلعت من الخرطوم هذا معناه دورة التبريد سالكة، لو المياه ما طلعت بتكون دورة التبريد مسدودة، ولو المياه طلعت بتكون مشكلتنا بالووتر بومب. حاليا بنتابع معكم خطوات حل الووتر بومب. طبعا اول شيء يا شباب بنفك الكفرات تبع المحرك، الكفرين هذول، بعدها بنحل التانك تبع المياه، وبنحل علبة الكنستر او منظومة الكنستر او منظومة الايفابوريشن، وبنحل علبة الباور ستيرنج، الباور ستيرنج فلود السائل تبع الباور ستيرنج، وبنحل الخرطومين تبع تغذية البنزين اللي راحت للرشاشة تمام. بنحل الجزئية هاي، بنحل الجزئية هاي كلها، الأشياء اللي هنا كلها، مشان راح نحل احنا جزئية التايمينج. مثل ما انتم شايفين يا شباب
حلينا قربة المياه، وحلينا مجموعة الإيفابوريشن، وحلينا العلبة تبع سائل البور ستيرينج. طبعا حلينا من الخرطوم اللي هنا وسديناه، وديناه الناحية الثانية وسديناه بيش مشان الزيت ما ينكب، تمام. والعلبة حطينا فيها خرطوم طويل لفوق مشان ما ينكب الزيت برضه. حاليا بنرفع السيارة من جنب هنا وبنحل العجلة اليمين، وبنرفع المحرك من الأسفل وبنحل قاعدة المحرك. القاعدة هذه مع الجزئية اللي ركبة بالمحرك. طبعا بعد ما حلينا قاعدة المحرك اللي هنا، طبعا احنا رفعنا المحرك من الأسفل، بنحل القاعدة هذه. وقبل ان احنا بنحل الشدات تبع الدلت تبع سير المجموعة، بنحل الشدات تبع سير المجموعة، بنطلع الشدات وبنطلع سير المجموعة. وبعد ما نطلع القاعدة هذه بنفك الكفرات تبع التايمينج. طبعا شايفين بنحل طارة تبع الكرنك الكبيرة، تمام، بنحلها من المسامير الصغيرة، بنحلها من المسامير الصغيرة، ما في داعي نحل من المسمار الكبير. طبعا مثل ما انتم شايفين هنا الاثار الصفرة هاي اثار تسريب مياه من دورة التبريد، تمام. طبعا هاي جاي من عند جزئية التايمينج، وما في شيء في مياه بجزئية التايمينج الا الووتر بومب، فغالبا تكون من الووتر بومب مثل ما انتم شايفين اثار تسريب مياه من الووتر بومب. حاليا بنحل وبنتابع معاكم. طبعا السير تبع المجموعة بنحل بهاي الطريقة، مفتاح مقاس 16 ملي ووصلة، وبهاي الطريقة مثل ما انتم شايفين بهاي الطريقة نظام سوستة بنعمله كذا وبنشيل السير. كفر تبع التايمينج كلبسين بس، بينسحب معنا. مثل ما انتم شايفين يا شباب بعد ما حلينا قواعد المحرك والكبرات وصلنا لجزئية التايمينج. طبعا هاي هي الووتر بومب تشتغل على جزئية التايمينج. حاليا بنطلع سير التايمينج وبنحل مسامير البومبة وبنطلع. مثل ما انتم شايفين الان في تسريب مياه من الووتر بومب، مثل ما انتم شايفين تسريب واضح، هذا دليل ان الووتر بومب خلاص يعني انتهت 100%، ما فيها اي نفس. حاليا بنطلع سير التايمينج وبنطلع الووتر بومب. طبعا مثل ما انتم شايفين يا شباب حلينا المسامير تبع الووتر بومب، وحاليا بنطلع الووتر بومب. في ملاحظة ان الووتر بومب هذه باغلب الحين بتكون قافشة او ماسكة او مجيمة بمكانها، تمام، ما بتطلع بالسهل، فعلى الاغلب بحتاج ان نكسرها، تمام، او نخبط عليها وتتكسر غالبا. كما شايفين اماكن تسريب الماي منها. طبعا مثل ما انتم شايفين يا شباب قطع الغيار وصلت. طبعا هذه البومبة القديمة، هذه البلية تبع سير التايمينج. طبعا البلية اللي هناك فيها مشكلة، لفتها صعبة شوي وفيها صوت. عندنا هنا سير التايمينج، وهذه الووتر بومب. مثل ما انتم شايفين هذه الووتر بومب الجديدة. طبعا مثل ما انتم شايفين الفرق ما بين القديمة والجديدة، مثل ما انتم شايفين الفرق واضح. هذه السيل تبعها من هنا كان خربان وبسرب الماي، هاي اللي كانت بتسرب الماي من برا، والريشة تبع البومبة ما كانت بتقلب كويس، كان ضغط المية ضعيف في المحرك. حاليا ان شاء الله بنركب قطع الغيار الجديدة وبنتابع معكم خطوات العمل. طبعا بننظف مكان البومبة كويس، وبنحط شوية معجون او شوية سيليكون مكان السيل تبع البومبة بس، وننزل البومبة شوي شوي مكانها. هذه البومبة الجديدة نزلت مكانها، حاليا بنربط مسامرها وبنركب سير التايمينج والبلية تبع سير التايمينج.
زي ما انتم شايفين يا شباب ركبنا الووتر بومب وركبنا التايمينج وركبنا البلية تبع سيارة التايمينج. طبعا في ملاحظة مهمة ان بالنسبة لمقياس شد السير تبع التايمينج، البلية هذه فيها المعيار تبع الشد. طبعا زي ما انتم شايفين هنا في مكان فتحتين وفي سهم، سهم بيلف بعكس اتجاه عقارب الساعة، معناه ان بنلف المفتاح هذا بعكس اتجاه عقارب الساعة. لما نلف المفتاح بعكس اتجاه عقارب الساعة بنلاحظ ان السهم هذا بيتحرك بهذه الطريقة لأعلى، تمام؟ معيار الشد نظل نلف هذا عكس اتجاه عقارب الساعة لعندما السهم هذا يجي بين العلامة هذه. شايفين انتو العلامة لعندما السهم يجي بين العلامة هذه، طبعا بيكون المسمار الأساس تبع البلية محلول. طبعا بتقدر تفتلوا المفتاح تبع البلية باستخدام هاي البنسة، تمام، بهذا الشكل فوتوها داخل المفتاحين وبتلفها بهذه الطريقة. طبعا لاحظوا كيف بتحرك السهم، تمام، لاحظتوا كيف طريقة شد السير. بس تيجي العلامة عند العلامة الثابتة اللي في الخلف بهذه الطريقة، بنشد على المسمار 13 اللي هو في الوسط، تمام، بنشد على المسمار على الصامولة الكبيرة اللي هي وسط البلية مشان تكنتر على الشدة، تمام. وبهذه الطريقة بتكون شد السير الشدة الأساسية تبعه أو مقدار الشد الأساسي تبعه عشان ما ينشد بزيادة أو ينترك شوي مرخي. طبعا مثل ما شايفين يا شباب بعد ما ربطت على المسمار 13 اللي في نص البلية اللي هو الكونتر، تمام، والسهم موجود عند الإشارة اللي في الخلف، بهذه الطريقة بتكون شدد السير المثالية أو الأصلية تبع سير التايمينج، ما بيكون مشدود زيادة وما بيكون مرخي. حاليا بنركب الكفرات تبع غطى التايمينج وقواعد المحرك ونتابع معكم خطوات العمل. مثل ما شايفين ركبنا الأغطية تبع سير التايمينج وركبنا قاعدة المحرك والطار الكبير اللي تحت، حاليا بنركب الشدات تبع السير وبنركب سير المجموعة وبنركب قاعدة المحرك. مثل ما شايفين يا شباب ركبنا قاعدة المحرك وركبنا الشدات تبع السير وسير المجموعة، حاليا بنركب الأجزاء الحماية هذه وبنركب العجل وبننزل السيارة وبنكون خلصنا من الجزئيات اللي تحت، ويفضل عندنا الجزئيات اللي فوق. مثل ما شايفين يا شباب خلصنا الجزئيات هاي وقفلناها، حاليا بنركب منظومة الإيفابوريشن وخراطيم البنزين وعلبة الستيرنج بنرجعها لمكانها وبنركب الإكستنشن تانك تبع المياه أو قبة المياه أو خزان المياه. طبعا مثل ما انتم شايفين يا شباب بعد ما ركبنا طبعا عشان دورة المياه لسه فيه هواء، فانتم شايفين الهواء اللي بيطلع مع المياه. طبعا الاول ما كان في تكليف مياه دورة التبريد، لكن حاليا على الايدك المحرك من غير ما ازود له في تكليف مياه. بعدين نتركها تنسخن شوي وتعمل اير بليدنج وبعدين نرجع نصور معك. طبعا المياه الموجودة بالسيارة حاليا مياه عادية، لكن جبنا لها كولنت اصلي ونظيف مشان نحطه بالسيارة، ولكن لازم ينعمل دور التنظيف لدور التبريد بالمحرك مشان نطلع كل بقايا الوساخة والترسبات اللي كانت داخل دورة التبريد، بيتعمل لها دور التنظيف وبعدها بنحط الكولنت الاصلي. طبعا انتم شايفين اثار استخدام المياه العادية مشان الحالة هاي ما تتكرر باقي الأجزاء بدورة التبريد نستخدم كولنت أصلي، ولكن بعد ما نعمل دورة التنظيف للسيارة. طبعا مثل ما انتم شايفين مية عادية في السيارة، ولكن هذه كتست أو تجربة يعني بس فقط، نتأكد إن الشغل تمام بعدها بنعمل دورة تنظيف للراديتر ودورة التبريد كاملة وبنحط كولنت أصلي. طبعا شايفين تقليب المياه على وضع الايدل،
بدون اي تزويد او اي دعس للمحرك، هذا على وضع الايدل. ماشي دوس. لاحظوا مع دعس البنزين حاليا امور الحراره ان شاء الله تمام، لكن بيفضل عندنا ان ننظف دوره المياه ونحط الكولنت الاصلي.